هنا المفروض يبقى فيه اتنين بروزين عظميين، هو باقي واحد منهم بس، ده اسمه الانفيرور كونكا. في واحد زيه هنا اسمه الميدل بس مش موجود. تحت الميدل في اوبننج كبيره جدا اهي اللي انا دخلت فيها الفورسبس دي، اسمها ماكسيلاري اير ساينس، اوبننج اوف ماكسيلاري اير ساينس. تمام، ننزل لتحت، ده هارد بلد، كل ده هارد بلد، امشي مع الورق سوفت بلد. اه تصدق سوفت ما باين قوي حته الرحمه. اول ما اوصل للسوفت بلد فوقيه على طول هلاقي فيه اوبننج تانية اهي اللي دخلت فيها الفورسبس دي، اسمها اوديتوري تيوب. اسمها ايه؟ اوديتوري تيوب، اوديتوري تيوب او ايوستيكيان تيوب، الاسم صح. اوكي ننزل لتحت، التونج ده لو مسكت من هنا اه ده التونج ده اللسان خلاص. اوكي لو مسكته من هنا يبقى الجينيو جلوسس مصل، الجينيو جلوسس مصل خلاص. همشي ورا اللسان كده كده على طول، اول حاجة هتقابلني اللي هو ده، ده اسمه الإيبيجلوتس، دي اخر حاجة معين. الإيبيجلوتس ده بيحمي وراه الحنجرة، ادي الحنجرة اللي انا دخلت فيها اصباعي، لاركس. تمام ادي الحاجات اللي عليها. اوكي شكرا.